لجنة الطاقة في محافظة كركوك ومجلس المحافظة أكدت أن أسباب هدر النفط المصدر من حقول نفط كركوك هي الاعتداءات المتكررة على خطوط النقل داخل الأراضي التركية، ما يتسبب بخسارة 20 مليون دولار يوميا من عائدة النفط على المحافظة، حيث تستوعب خطوط تصدير حقول كركوك وإقليم كردستان طاقة تصديرية تصل إلى 600 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن استهدافا مسلحا لهذه الخطوط داخل الأراضي التركية يتسبب بخسارة آلاف البراميل من النفط يوميا. طبعا المسؤولية تقع على عاتق حماية الأنابيب النفطية في الجانب العراقي والجانب التركي، وهم من يتحملون هذا المسؤولية، وطبعا تلقي بظلال الخسارة على الشعب العراقي بشكل عام، لأن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، وتخلق أيضا مشكلة خاصة لإقليم كردستان لأنه أيضا يعتمد على إيرادات المتحققة من تصدير النفط من الحقول المتعلقة ضمن جغرافية كردستان وحكومة كركوك. مؤكد يعني موضوع استهداف الخطوط النفطية وبالذات داخل الحدود التركية يعني فيها ضرر كبير، وبظلاله يعني هذا الضرر يقع بظلال على كركوك وعلى الشعب العراقي، يعني هذا باعتبار ليس يعني بالنسبة لنا يعني النفط في العراق هو ثروة.